عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. مشاهدينا الكرام، هكذا اشواطنا تتواصل، وفي انتظار انطلاقة شوط الختام الخاص للقعدان هذا الشوط. وبعد نهاية هذا الشوط تبدأ اشواط جديدة، اشواط مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام، هكذا مسيرة هذا الشوط تسير. ومطر بن عمر الشامسي يتصدر القيادة، هبغازي يتصدر القيادة، مطر بن عمر الشامسي يليها المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام شرط سليمان بن سيف الرشيدي، من يقدم شرط على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يلي واصل مشاهدينا الكرام شاهين سلطان بن احمد بالكيلة، وفي المركز الرابع لاحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. المركز الخامس، من اللي واصل على المركز الخامس؟ تقدم من عمر بخميس المري، لكن نعود إلى الوسمي، نعود إلى الوسمي وعروض الوسمي. الله، مطر بن عمر الشامسي على الصدارة، على المقدمة لا زال. المركز الثاني شرط سليمان بن سيف الرشيدي، واصل سلطان بن أحمد بالكيل العامري، لكن بن عمر كان الافتتاح معه وكان الختام مع أيضا الوسمي. الله أشوف العناوي قادم، أشوف بالكيلة واصل، أسماء قادمة. سلطان بن أحمد بالكيلة العامري يسيطر السيطرة التامة، لكن خطير الشامسي، أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، له الزاخر السلام في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، نهني على فوز شاهين بالمركز الأول، يصل لخط النهاية. المركز الثاني لسلطان بن احمد بالكيلة، الثالث لمطر بن عمر الشامسي. التوقيت دقيقتين و13 ثانية، بعد التوقيت مميز ما شاء الله. تهانينا لاحمد بن حمد بن مبارك الشامسي على هذا الفوز والانتصار بشاهين.